ما لم تفلح به المنظومة السياسية طيلة 16 عاماً نجح فيه المتظاهرون في 6 أيام، عندما قاموا بتجميل معالم نفق التحرير، أحد أبرز معالم بغداد، وبات اليوم لوحة من ألوان الحياة التي يعبر عنها المتظاهرون. طبعاً هاي الرسمات سويتها هنا، حبيت أنه أسوي بصمة حلوة اللي هي جزء بسيط اسمه جداً من مشاركتي، وسويت هاي الفراشة والألوان حتى شوية تدل على اسمه التفاؤل وشي فرح يعني. هذا يبقى رمز للتاريخ نفتخر به احنا وأجيالنا وأولادنا، ويبقى فتشي بقلوبنا هذا، ورمز لشهدائنا الله يرحمهم مثواهم الجنة إن شاء الله. مبادرة تجميل جدران نفق التحرير تحمل المتظاهرون كافة تكاليفها بإمكاناتهم المادية البسيطة. الهدف الأبرز هو إيصال رسالة إلى المنظومة السياسية وأمانة العاصمة أن هؤلاء الشباب كما يعرفون الاحتجاج فإنهم يعرفون البناء أيضا. يعني إحنا طلعنا بالبداية للتحرير فشفنا ناس قدرت ترسم، فحاولنا نرسم، يعني جينا ورسمنا لوحة يم مطعم التركي، هسه لقينا مكان يعني فصبغنا الحائط، وهم تجميل وهم أكو أشياء تعبر وأكو أشياء يعني تجميلية. غالبية اللوحات التي زينت بها جدران نفق التحرير توثق أحداث ما يصفونه بثورة تشرين التي ارتبطت بالغاز المسيل للدموع والتكتك الإسعاف. الرسم على جدران ساحة التحرير لم يعد بالنسبة لهؤلاء هواية يبدعون في إيجادها، وإنما وثيقة تاريخية لتظاهرات شعب رفض الظلم والفساد والمحاصصة المقيتة. حيدر لاسدي، سكاي نيوز عربية، من ساحة التحرير، بغداد.